أصوات هذه الطلقات التي دوت في العاصمة اليمنية صنعاء والتي أطلقها أنصار الرئيس علي عبد الله صالح على مناهضيه سمعت في أكثر من مناسبة في الأيام الماضية. فهل يتغير هذا الوضع بعد أن أصدر الرئيس أوامره للأجهزة الأمنية بحماية المحتجين ووقف أي اشتباكات أو مواجهات مباشرة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها؟ أوامر صالح جاءت إثر سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم مجموعة من الطلاب بالقرب من جامعة صنعاء، وذلك أثناء محاولة لتفريق مسيرة حاشدة تطالب الرئيس بالرحيل بعد بقائه في الحكم 32 عاماً. وتأتي الأوامر الجديدة مغايرة لما صرح به صالح قبل أيام حين قال إن قواته لن تطلق النار على أي محتج إلا في حالة الدفاع عن النفس. لكن الواضح أن النظام الحاكم بدأ يتبنى نبرة أكثر مهانة في ظل استمرار الاضطرابات، خاصة بعد انسحاب عدد من النواب من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إثر تردي الأوضاع في البلاد. وكان صالح ألغى في وقت سابق تعديلات دستورية تسمح له بالترشح مدى الحياة، إلا أن هذا لم يقنع المحتجين الذين واصلوا تنظيم المسيرات المناهضة للرئيس، بل إن بعضهم عسكر في عدد من ميادين صنعاء على غرار معسكرات ميدان التحرير في القاهرة، معلنين أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا برحيل صالح. الاحتجاجات في اليمن ما هي إلا جزء من موجة غضب عارمة اجتاحت الكثير من دول المنطقة لتتعالى أصوات الشعوب الثائرة ضد أنظمتها. لكن الوضع في اليمن له خصوصية، إذ تأتي هذه الاحتجاجات في بلد يعاني بالفعل من التمزق على أكثر من صعيد، وتبدو الحكومة اليمنية على خط المواجهة مع أكثر من تحد في وقت واحد. فهناك تنظيم القاعدة الذي بدأ يعيد في أراضي هذا البلد ملاذا آمنا إلى جانب المتمردين الحوثيين في الشمال ومسلحي الحراك الجنوبي الذين يطالبون بالانفصال عن حكومة صنعاء. سالي نبيل، BBC.